مع انخفاض آمال التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس، كشف الإعلام الإسرائيلي عما أسماها بالوثيقة الاستراتيجية لحماس. تتضمن الوثيقة الاستخباراتية التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي من مواقع لحماس في القطاع، تتضمن توصيات لا تعكس ترددا في التوصل إلى اتفاق، بل على العكس تماما. كما تتضمن الوثيقة المسربة خطة إعادة حماس إلى غزة وقدرتها على مواجهة الحرب الطويلة وفق الصحيفة الإسرائيلية. وتكشف الوثيقة التي تقول الصحيفة إنها مسربة أن حماس لا تخوض صراعا تكتيكيا ضد إسرائيل فقط، وإنما تسعى إلى إخضاع إسرائيل من الخارج والداخل. كما توصي الوثيقة إلى التصرف بمرونة حتى لا تقع المسؤولية على حماس في فشل التوصل إلى اتفاق. كما تضيف الوثيقة المسربة وفقا للصحيفة الإسرائيلية أنه من الممكن تحسين بعض الشروط الأساسية في الاتفاق حتى لو استمرت المفاوضات لفترة أطول. وتقول مصادر في الجيش الإسرائيلي إن قواتها جمعت كميات كبيرة من الوثائق من هذا النوع منذ بداية الحرب. وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن وثيقة حماس التي تم الاستيلاء عليها في غزة هي بمثابة وثيقة توصية متوسطة المستوى للسنوار، وتتناول التأثير السياسي للصفقة على الحركة وعلى إسرائيل.